يا هلا يا هلا ويا مساء الحب والجمال عليكم مشاهدينا. اكيد اليوم حنبلش بحلقه جديده من برنامج العائله العراقيه اربح مع زاكروس بفقراتنا الحلوه، واحنا اليوم متواجدين داخل منطقه الحريه بالتحديد السوق الثاني حتى نلتقي مع عوائلنا. لكن قبل ما ننتقل لاول فاصل واول عائله اذكركم بجائزتنا الكبرى هي 10 مليون مقدمه من قناه زاكروس الفضائيه، خليكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، واكيد بعدنا مستمرين من داخل منطقه الحريه السوق الثانيه. تعالوا سوا خلينا نتعرف على هذا الشاب. يا هلا يا هلا. شلونك؟ اسم بالخير. اسم ياسين. الاسم ياسين، عاشت الاسامي. العمر ايش قد؟ العمر 23 سنه. العمر كله يا رب. طيب انت شنو هذا المحل مالتك مال ملابس؟ تقريبا مالتني، انا اشتغل بياني لازم. انت ومنو؟ اخويا الكبير. اخوك الكبير يعني شركه؟ اي تقريبا هيك. لو هيجي؟ لا لا. الله يرزقكم ان شاء الله. طيب هو المحل ملابس نسائيه. بالضبط. سولف لي شلون تعامل النساء؟ شو الراد لهم؟ قلب كبير؟ والله مو بس قلب كبير، خلق. ها. اي والله. شلون؟ متعبني هالموضوع انت. شلون تعامله؟ يصير صعب؟ احنا خاصة احنا هناك كمنطقة شعبية يعني. يعني مو مثل خارج المنطقة، مثل ما نقول انه المناطق المنفتحة أكثر من المناطق الشعبية. أي. يعني هنا شوية رادين الخلق أكثر، تعاملهن أقوى. حتى الملابس ممكن أكثر شيء توفرون الملابس اللي تكون يعني مثلا على هيك منطقة، لو عادي يعني كل شيء ياخذون؟ لا حسب، كل شيء ياخذون، بس هي الأغلبية هنا يدورون يعني لبس مال حجاب شيء أكثر شيء يعني. شنو أكثر موقف صار وياك مثلا ويا زبونة وما تنسى؟ ما صاير أي موقف أبد، لأن حدي يعني بالعمل. ها حدي؟ أي حد. طيب والذوق بسرعة يقتنعون؟ لو انت والله انا رغب. لا اكثر شيء رغب. يقتنعون؟ يقتنعون. يلا الحمد لله. لا زين، اذا داربك الوقت ترجع تفتح محل ملابس نسائي؟ واني هذا كار يعني من انا صغير لحد هذا يعني ورا كل هالشرعان قلبهم ترجع. اي 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 احنا محلنا يعني كنا ثاني بشارع النهر مو هنا. اي بس صار فتره حولت هنا فتح محل هنا. الله يرزقكم ان شاء الله. طيب عندك موهبه تغني تلقى شعر؟ ولا اي شيء. كل شيء ماكو. شكو عايش؟ لا والله ابد ابد ما عندي. زين شنو اكثر شيء لك واهس موهبه شنو؟ يعني تمرين اكثر شيء احبه. تمرين يعني رياضه؟ هوايتي بي. اي يعني انت مدرب لو فقط تتمرن؟ لا مجرد اتمرن. ماشي على نظام ودايت وهيك؟ اي بالضبط. حلو، انت مثل مصورنا ياسر ابو الدايت يفيدك. انت مصورنا 24 ساعه دايت ما ياكل. زين. يعني هذا الشيء زين؟ كل زين. اه. اي والله. مانع نفسه من حلويات واشياء. اي هذا شيء صحي بالضبط، يعني الافضل انه يكون هيك شيء. واذا تزوجت في يوم من الايام هم تختار وحده لازم تكون رياضيه؟ لا ما له علاقه. ما عندك مشكله؟ اي الله الحمد لله. يلا طيب احنا برنامجنا جائزتنا 10 مليون يدخل اسمك على القرعه. تمام، بس تعال شوي هنا تقرب يمي، فاذا جاوبت السؤال حتى اسمك يدخل للقرعه. تمام. مستعد؟ مستعد. واذا ما جاوبت ترى تلعب لعبه يعني صعبه. وهي العبك لعبه صعبه. فاني اقول جاوب افضل. يلا هاي نجاوب. يلا اوكي. سؤالك يقول، خلي ابدل له هاي، خلي نختار له غير اسئله. ها ما غشيت يعني ابد. سؤالك يقول اين يقع قلب الجمبري؟ قلب الجمبري؟ اي تعرفه من الجمبري؟ لا. ها والله. ما سامع بي؟ لا. هو حيوان بس قلبه وين يكون؟ ما عندي علم. ما اعرف. ها ردي واحد انا قاعد المايك واقوله. ما اعرف. وين قلب احنا بالعاده وين وين يصير؟ باليسر. اه اوكي. لا هو مو مكان قلبنا نعرف فيه غير مكان اصلا، فوين؟ براسه مثلا؟ اي 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 صدق والله. براسه؟ اي والله عافيه. هو قال هيك بعفويه بس طلعت صح. عاشت ايدك، شكرا لك، اسمك دخل القرعه على 10 مليون. آه ياسين، اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي بيها؟ ما اعرف، كل شيء بوقته حلو. مثلا اكو شيء ببالك؟ احاول اطور من شغلي اكثر. ها بتبقى بنص النسوان؟ لا افتح غير مشروع. طيب شكرا لك، نورتني، كلمه اخيره بقناتنا. والله على راسي، وان شاء الله بالتوفيق لكم، واتمنى لكم يعني ان شاء الله كل النجاح.
اوكي احنا بدينا اللقاء وحنختم اللقاء وياسين متوتر. يلا شكرا. ما هي اول مره اطلع على الشاشه ان شاء الله مو اخر مره. هي اول مره واخر مره. ابد توبه. نعم مشاهدينا اكيد بعدنا مستمرين لكن نروح الفاصل قصير وراجعين. أكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين من داخل منطقة الحرية السوق الثاني. تعال سوا خلنا نتعرف على عمو. يا هلا يا هلا. بس أهلا بكم تشرفنا الحمد لله. اسم بالخير. مهدي محمد صالح. مهدي عاشت الأسامي. بس أهلا. كيف مواليدك عمو؟ مواليد 50. العمر كله يا رب. الله يسلمك. الله يحفظك. بعدك كلك شباب. إن شاء الله. هاي أنت صابغ شعرك أبيض مو هو ولا لا لا هو أبيض. شيبت يعني؟ الحمد لله. لا بعدك كلك شباب. وراثة هذا. الله يحفظك ان شاء الله. طيب عمو شنو هذا المحل خاص لك هذا المشروع؟ اي خاص لي. شنو اشياء يعني عندك شوف كماليات كوزمتيك مختلفه انواع اكثر شيء رجاليه مو؟ رجاليه بالضبط يعني احزمه وهيك اي شغلات ملابس داخليه طيب شلون يعني اكثر شيء الرجال لو النساء يجون ياخذون عندكم يعني هدايا واشياء الرجل هيك؟ النساء ياخذون اكثر شيء هدايا اكثر شيء؟ يعني على النساء؟ لا الهدايا بالضبط إيه. بس الأحزمة يعني رجالية شغلات إيه يعني يأخذون أكثر شيء عندك تكون هي إيه تيجي تسوق الرجل هي وكذا وهاي مو بلي نعم طيب شنو أكثر أشياء تعانيها بالتعامل هنا بالسوق؟ شغلات سهلة بسيطة ماكو ما عندنا مشاكل بين مواطنين لا مو مشاكل يعني مثلاً بالتعامل ما يعجبهم شيء وهاي لو عادي يأخذون قطعة ويروحون هاي مسألة طبيعية إحنا حتى لو يوجعها يوجعها عندنا لا عندنا خلق يوجعية أو النسوان وتعاملهم اسهل من وياجي شلون اول مره حد يقول شلون اي ما يعامله النسوان ما يعاملين عمو اي ما يعامله والله عمي زين لا صدقني شلون احس العكس الرياجيلي ما يعاملونه هيك شيء بالنسوان لا مو اكو شغلات غاليه واكو شغلات رخيصه اي اكو شغلات رخيصه يعني هسه تفضل النسوان لانه هو سهلات بالتعامل وما يعامله بالضبط والله عمو هاي تول اول واحد تقول هيك الله يحفظك ان شاء الله الله يسلمكم عمو عندك موهبه تلقينا فد شعر فد شعري بسيط والله عمو احنا مال المواهب طيب حافظنا فد مثل بغدادي تقول لنا اياه مثل بغدادي؟ اي مثل بغدادي قديم هوايه اكو امثال مثلا شنو اكثر مثل يعني. يخطر ببالك او السمعه هوايه او انت تقوله الماي عفت دابي وحنطه تاكل شعير اي هذا المثل شنو ينطبق عليك لو لا؟ عيني المثل لا الحمد لله انا عفت دابي شنو هو فكره هذا المثل يعني الواحد يتصور بدون عقل بدون تفكير فهذا يضيع المشيتين يعني من عندك احد يشي يضيع المشيتين هواي اكو متزوج حضرتك إيه متزوج يعني ولدك بناتك لو لا الحمد لله يمشون لا ما ينطبق يمشون عليك إيه إيه الحمد لله على ابوهم طالعين الحمد لله يحفظهم الله يحفظهم ان شاء الله والاحفاد شلونهم الاحفاد وكحين؟ نص ونص يعني نص وكح ونص عاقل من أكثر واحد بيهم تحبه؟ أنا عندي أولادي ما متزوج يعني بس البنات متزوجات بس البنات بس البنات الله يحفظهم الله يسلمك أي شنو الأحفاد من أكثر واحد بيهم تحبه؟ أكثر واحد أحبه ماكو فرق بيناتهم يعني أكثر شيء لا لا صعبة ما تميزين لا والله صعبة أنا أحس أكو فد واحد عزيز بس هو ما يريد يكسر بالباقي مو عمو مبين الله يحفظك مسألة طبيعية نعم طيب احنا جائزتنا على 10 مليون اسمك يدخل القرعة فحسألك سؤال ان شاء الله اسمك يدخل القرعة ان شاء الله طيب سؤالك يقول عمو ما هو الشيء الذي كلما اخذت منه يزداد؟ اي حزورك كلما اخذت منه يزداد العمر العمر؟ يا ليت الشباب يعود يوما ليش رحت على العمر قبل؟ مبين هو تتمنى يرجع بيك؟ لا ما لا لا ما اتمنى لا لا ما ليش؟ كل عمر إلى مرحلة إلى حلاوة حلاوة الشباب واحد بحلاوة زين ما نريد نحكي على حلاوة الشباب إيه فالزوجة زوجتها على حب تقليدي لا والله بتخالي هيجي بدون خالي؟ إيه بتخالي مو قريبة نعوفها هيجي إيه يعني ما حبيتها ما كان عندك مشاعر تجاهها؟ لا لا ماكو ما شايفها شايفها قليل تجي كان الطفلة وبعدين ولو ينعد بك الزمن ترجع تختارها نفسها؟ إي لا نفسها أم منو هي؟ أم أحمد
ام احمد ترجع تختارها؟ اي نعم اكيد عمو؟ اكيد لا لا اكيد. الله يحفظ عليك. هسه ما جاوبتني، مو العمر. مو العمر؟ كل شيء تقديم عنده يزيد؟ اي، ما هو الشيء الذي كلما تاخذ منه يزداد. عمو دا يغششوك، انا دا اباوع منا ومنا دا يغششوك. شنو هي؟ انا الحفره الحفره. الحفره. من نفسك ميت ما حد شاف. شكرا لك عمو، اسمك دخل مر على 10 مليون. اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي بيه؟ شو اسوي بيه؟ اي ما تتزوج بيه؟ لا يا ما تكفي، ما تكفي 10 مليون. ما تكفي؟ يعني لو تكفي كان فكرت. عمو يقول ما تكفي ال 10. ليش عمو؟ شو تريد نسوان هالوقت؟ ايش قد يريدون؟ الله يحفظك. شايتهم صعبة يعني. كل واحدة شكل، واحدة 20 واحدة 25. ما تفيد لعد العشرة. ما تكفي. ما تكفي. إلا الزيدون هذا. إلا شنو؟ إلا الزيدون هذا. أي بيحسن نقول لهم قناة ذاكرة يزودون 10 ملايين ما تكفي للزواج. يا عمو يريد 15 20 25. إي يلا تكفي. يلا تكفي. يلا عمو شو تسوي بيها إن شاء الله ال 10 مليون ربح حزبي؟ والله اسافر بيها منا منا تونس بيها. تونس بيها ان شاء الله يا رب. وحدك؟ لا انا والعائله طبعا. تاخذ ام احمد؟ اي طبعا. شو لا. وين عجبك تسافر؟ اي دوله الكون مثلا. شنو اكثر شيء؟ تركيا. هجي خافت تروحين من تركيا؟ لا مو لهالدرجه. شكرا عمو. يا اهلا وسهلا بيكم. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. شكرا. اكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين، لكن نروح الفاصل قصير وهم راجعين. مشاهدينا بعد هذا الفاصل وبعدنا مستمرين من داخل اجواء منطقه الحريه، تعالوا سوا خلينا نتعرف على هذا الشاب. بس قبل كل شيء عندي سؤال جدا فضولي، سولف لي ايش قد طولك؟ 191. 191؟ والله انا ايش قد؟ 100. لا مو لهالدرجه. انت 151 في رقم. ما شاء الله. مو؟ انا 157. انا 152. لا انا 191. ما شاء الله. الله يزيد ويبارك. يزيد ويقلب. شنو اسمك؟ كرار خالد. كرار. عشت اسامي ايش قد مواليدك كرار؟ انا 89. 89 عمر كله يا ربي. هسه ايش قد عمرك؟ هسه عمري راح اطب 35. يعني كبير شيبت. مستوني يلا خطبت. مستوك يلا خطبت؟ حلو. ايش عجب يصير يلا بهذا العمر يلا فكرت تخطب؟ يعني انا كنت اصلا ما مفكر يعني اخطب لو. شنو السبب اللي خلاك؟ بعد بالسوق ما يفكر الزواج. ليش؟ ما هاي معروفه يعني احنا يعني قديمين بالسوق. اللي بالسوق يعني اللي عنده محل مشروع يشتغل بالسوق ما يتزوج المفروض؟ لا يعني هي صعبه شويه يتزوج. شلون؟ يعني يظل اذا هو صغير وراح يخطب راح قبل يظل يدور نسوان على خطيبته. الله هذا تصريح قوي. اي غير احكيك صدق. شنو المحل مالتك؟ شنو مشروعك؟ دشداش. يعني مال النساء ولا رجال؟ اي نسائي. فوقها فوق الضيم مشروع سوالف كله نسائي بس وقف لي عدل على الكاميرا. اي يعني تعامله كلها ويا النسوان. كلها ويا النسوان. زين شلون قبلت بيك لعد؟ ليش؟ مو انت تقول يخونها وسوي هاي؟ لا لا هي جاي اقول لك هو هسه اللي يريد يتزوج يتزوج بهيك عمر يعني شنو 30 40 واعي وخلص اي ها هي بعد هو يعني شاف الحياه يعني اكو شيء. صار لك قد خاطب؟ راح يصير لي 3 اسابيع. 3 اسابيع؟ هاي 3 اسابيع ما ابدا ابدا لا لا ابدا اكيد وقران ابدا. وقبل 3 اسابيع؟ لا مو انا كنت وياه علاقه حب يعني. صدق؟ والله. شلون سولف لي شلون التقيتوا؟ هي غريبه لو قرايب؟ لا اخذت والدتي المستشفى اليرموك وهناك امها هماتية موجودة هي امها اللي يسوون تحاليل صدفة. يا ستار يا رب. اي يعني بالمستشفى التقيت؟ التقينا بالمستشفى. اي فامها حجت هي امها. يعني من اول ما شفتها قبل؟ او انا كنت يعني انا مو انا خاطب وفاصخ. اي يعني صار لي سنة. فظليت انا ادور. يعني ادور انا اشوف البنية انا اللي اقتنعت. لجذبك من النظرة الأولى. اي حكيت وياها البنية. العفو حكيت ويا امها. صار بيناتنا يعني شلون انتم بنص المستشفى والتحاليل والهوسه؟ لا مو هوسه. يعني لا مو انا اروح عليها. لا لا امها خليتها تحكي يومها. يعني من اول نظره هيك بس اوقف لي عدل هيك على الكاميرا انا هذا يعني شيق الحديث. اي لا مو يعني مو قصه قبل رحت ويومها حكيت. لا امي حكت ويومها قالت لي احنا نريد هاي البنيه نريد نتواصل وياكم. شفناكم هسه ويعني ردناها وهيك من اول نظره. اي بس بعدين انا ظليت يعني اسال عليهم يعني الناس خوش ناس
طيب بما انه عريس وصار لك 3 اسابيع خاطب شارك ثاني وبعدين جديد وين زواج؟ يلا لا انا اعزمك على الاقرب اكتب يا الله انا بعد اسبوعين الله يتمملك على خير. طيب ايش شنو قلت لي اسمك؟ كرار. كرار بما انه عريس بعدك وخاطب صار لك 3 اسابيع وجديد وبعدك معايش اللوعه ما الزواج المسؤوليه. لا لا حلو حلو فمن خلال كاميرتنا القي لها شعر غني لها شنو القي بعدها شعر؟ عروسه غير تتغزل هو انا ما باوع شعر القي شعر ما تستاهل؟ لا بس ما اعرف يعني ليش؟ لا تهرجيني منها لا تتغزل بيها ولا هذا نهايه اللقاء توجه لها كلمه حلوه بيها بيناتنا مو قدام العالم لا لازم غير حتى باللقاء لا قدام العالم يعني شويه مو حلو بس بيناتنا اوكي مو عاد يوم من اجي بتياها واجي شو اسوي انا ارد باللقاء يلا طيب احنا جائزتنا 10 مليون حسألك سؤال حتى ان شاء الله اسمك يدخل القرعه قبل كل شيء انت رياضي لا اشجع الريال والشرطه لا ايش الزعل اني برشلوني غلبتونا 14 بدون بعد ايش سوينا فيكم بيومها والله ما متون بملعبكم لحد ما نبت فوقها بملعبكم يعني ايش صار فيكم متت اي والله لا بس انا متوقع ليش؟ برشلونة رجع للفورمة عافية يعني رجع بقوتني رجع انا نشرت بالانستغرام قلت لهم يعني رجع برشلونة جوارديولا الفيلم احنا ايش حنسوي بكم؟ اجى دورنا اثنانكم اياها انتم يعني بكم طبيعة برشلونة بس تخسرون خسارة خطية جر قطار كلها يعني خسارات الله يستر اي والله ان شاء الله كلها بس توقعون بس ما توقعون بعد هذا المدرب خوش مدرب يا معود يدعينا شي خلصنا اذا خسروا برشلونة انتم اهم شيء ياخذوا الابطال انت سولف لي بتخسر ريال شي يصير بي هم تعيش هاي حالتك لا يعني وفول. يعني ذاك اليوم انا من خسارتي هي يعني خوبية خطيبتي قالت لي يعني ما تسوى انت مسويتش يعني هيك ما ابي حل احكي الله يسعدك وجهي صار احمر احمر نار خاف انت ريال بتكذب ما بينت العالم قلت لهم انا اقول لك شغله خاف انت ريال وتخسرون يعني مو هوايه الله يساعد قلبي برشلونه بتخسر شو يصير بيه تتحملت هوايه اهداف شلون تحملت الثمانيه ما ادري يلا طيب خليني اسالك سؤال حتى اسمك يدخل القرعه بما انه حضرتك رياضي فحسألك أسئلة رياضية سؤالك يقول خليني أسألك على برشلونة عناد بيلن هو ريالي كم عدد الألقاب التي فاز بها نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا دوري 5 والله صدق عدد يعني يا سنة ليش ما تحول على عدد شان يا سنة ويا سنة من ال 92 لهسه يلا 92 ايه. 2006 ايه. 2009 2011 2015 يابا صح؟ اوكي انا برشلوني بس يفوزون لا انا داطش معلومات انت كش ما تعرفين بيها يلا ان شاء الله عاد بعد لملم معلومات بينما تعرف معلومات شكرا لك نورتني سؤال اخير هذا السؤال انا دائما اساله فاجى الوقت اساله انت لخطيبتك تحب خطيبتك لو ريال اكثر؟ حاليا؟ أي؟ يعني قبل لا اخطب الريال بس هسه لا هي يعني تفضل هي على الريال؟ طبعا يعني لو خيروك بينها وبين الريال منو تختار؟ لا طبعا هي والله عافيه الريال يعني نادي يعني خما قابل راح يسوي شيء على مودي لو راح يموت من وراي اي صح لو راح يحاسبني لو هاي لا بس هو يعني خطيبتي اي حتى غزل ما يحتاج بما انه فضلت على الريال هاي صحيح شكرا لك اسمك دخل القرعه على 10 مليون اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي؟ تكون قبل الزواج ان شاء الله ان شاء الله اذا ربحت شو تسوي بها؟ تبقى يمي يعني ما اعرف يعني تنطيها؟ المنطيه شويه لها خطيه خطيبتك المنطيه تعطيها هي كلها للفلوس ها شنو كلها ال10 مليون ايش شنو شقه لا مو هاي ال10 يعني وين الفلوس هي كلها يمي. الله يجيبكم ان شاء الله تدوي القلب شكرا لك نورتني اكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين لكن هم نروح الفاصل قصير وبعدها راجعين مع عوائلنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل وبعدنا مستمرين وتعالوا سوا هسه خلنا نتعرف على ابو التوك توك نعرف معلوماته نعرف شلون شغله تفاصيل معلومات اليوم شنو حخليها كلها يسولف لنا عليها يا هلا اهلا وسهلا حياك الله يخليك اسم بالخير علي كاظم علي كاظم عاشت الاسامي الله يسلمك شكد مواليدك 81 1981 العمر كله يا رب الله يسلمك رحم الله والديك سولف لي شلون التوك توك وياك والله الحمد لله ماشي الحال صار لك ايش قد من مشتري توك توك من اول ما نزل صارت تقريبا عندي 3 سنوات 3 سنوات أي. ليش اختاريت التوك توك والله هي هاي ما لان ما يصير لا وظيفه لا ما فد مصدر نعيش من عنده
طيب شلون جمعت فلوسها؟ كانت جاهزه؟ لا والله تعبتك يلا. لا والله عندي خطيه زوجتي ساعدت بعد الذهب ماله، وانا عندي كم فلس اشتريته. الله يحفظها ان شاء الله. الله يسلمك، رحم الله والديك. كلش حلو انه اليوم الزوجه من توقف موقف هي طبعا هي لازم تصير سنه زوجتي. والاحلى انه انت تتذكره يعني ما ناقش. لا شلون نقرا زين حقه ينحكي. طيب شلون الشغل بالتكتب؟ شلون الرزق؟ والله كان مصدرنا كلش قوي. ايه بس قام الطب هاي المناطق شويه صار ضغط على الحريه، لان هسه جاي طب لنا الشعله مدينه الصدر سبع البور. ايه هسه ايش قد هي الكروه بالتوك توك هنا داخل الحريه؟ داخل الحريه؟ ايه يعني مثلا من السوق للثانيه ب 1000 دينار. يلا حلو عاد مصورين انا حروح ويا كروه وارجع. بالسوق بالسوق يلا ذاكي؟ سوق جوا يعني ثانيه. شنو السوق الثانيه؟ ايه هو هسه هذا السوق الثاني قصدي يعني ورا الكهرباء. بلف؟ ايه بلف. حلو عاد انا اروح وارجع. الله طيب التيك توك مسجلها بالمرور؟ لا لا ما اسجل يعني حتى اللي يسجلها رقم يحاسبه وياخذوه من عنده. لازم لازم يغرمونه. والله يعني مسوي ما مسوي ما يخلص. زين عندي سؤال فضولي، اللون انت اختاريته ليش اختاريت هذا اللون؟ هذا اللون ايه اربع الوان خله قدامي. ايه انا عجبني هذا اللون. شنو هو اخضر اصفر هو احمر؟ مميز هذا الاخضر. بعد شنو اللون الرابع؟ اسود وك احمر وك اسود اكو اصفر. ايه ايه اختارت الاخضر. اختارت الاخضر. ويلي خافيه اختارته زوجتك اللون الاخضر. لا انا رحت اختارته، انا اللي قصيته، انا جبته. زين تحبها للتوك توك؟ الحمد لله والشكر. والله عشت الحمد لله. لو تتمنى الاحسن. على الله عليه. شو اقسم انه الله نحمد الله ونشكره. الحمد لله والشكر. طيب كم طفل عندك؟ كم بنيه؟ انا عندي ولد وبنيه حسين وفاطمه. شو قد اعمارهم؟ فاطمه عمرها 14 سنه. ايه. وحسين عمره 4 سنوات. صدت وياك كروه. هلو. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ حسام. شو اسمك؟ حسام. اوكي يلا. اي ما شاء الله التكاتك هنا مملية. طيب احنا جازتنا على 10 مليون، اسألك سؤال حتى اسمك يدخل للقرعة. الله يسلمك. تمام؟ سؤالنا يقول شيء مليء بالثقوب لكنه يحتفظ فيه الماء، شنو هو؟ شيء كله ثقوب بس يحتفظ بالماء. والله ما اعرف. سهل. سمكيل لا. النسوة يعني مرية تستخدمه بالبيت تغسل بيه شنو هي؟ سنك؟ ها؟ سنك؟ لا تغسل بيه الجدورة طاوة شنو هي؟ سفن؟ سفنجة؟ اي شنو اسمها؟ انت تحفظ سفنجة وجلة اي مو لا لا اي عاشت ايدك اسمك دخل بسرعة قلت 10 مليون وش تسوي؟ والله تفيدني. تفيدك؟ اي والله تفيدني. مثلا شنو المشروع اللي ببالك؟ ساعد اذا اطل للحجيه منهم البقيات تصرف فيه. ترجع الذهب مالتي؟ اي طهيه. الله يحفظها لك. طيب انت شلون كان زواج؟ حب تقليدي؟ لا تقليدي. شنو قرايب غريبه؟ لا هي من عشيره وانا من عشيره. يعني غريبه. اي بيتهم جميله بيتهم. شلون شفتها؟ صارت عن طريق قرايب. قرايب؟ اي اي ناس مطين الناس. لو رجع بك الزمن ترجع تتزوجي هي ام منو؟ ام حسين. ام حسين ترجع تتزوجي؟ اي ارجع اتزوج. والله تحب ام حسين؟ اي احب. تتذكر تاريخ زواجكم؟ 2013. اي ايش قد؟ شهر العاشر. اليوم؟ 1/10. العاد ابو حسين حبابي يتذكر. شكرا لك. الله يخليك. نورتنا كل التوفيق. طبعا انا شنو ياخذني كروه؟ مو قلت لي كروه بليغ؟ بس روح رجعة. يلا خليني اروح. شلون انا ما اعرف. خليني اجرب. يلا باي باي مع السلامه. احنا ازدحام. خاف ما ادري تاخذني كروه. لا والله مو بلاش. والله علينا ازدحام. والله كيف ازدحام؟ الله شاهد. يلا حلو ورا الفاصل مشاهدين احنا نروح الفاصل وبعدها راجعين. خلي ابو حسين ياخذنا كروه ونرجع لكم. بعد هذا الفصل اكيد مشاهدينا رجعنا وياكم. تعال استوى خلينا نتعرف على هذا الشاب. يا هلا يا هلا. يا هلا وسهلا بكم. شلونك؟ هلا بكم. اسمك؟ منتظر. منتظر. نعم. منتظر تعال يمي وقف. نعم. على الكاميرا. نزع على هالكاميرا. صديقتي. ايش اوقف عدل مثلي؟ ايش عدل؟ يعطيك. الحمد لله والشكر. ايش قد مواليدك؟ 95. 95 عمر. نعم. كله يا رب. تسلمين. متزوج؟ متزوج. نعم. متزوج؟ عنده طفل. على حب تقليدي شلون؟ على حب. قرايب غريبة؟ لا غريبة.
غريبة اي الله زين اجي زين كلها قرايب وما ادري شنو شلون تعرفت عليها؟ والله اثناء عملي. يعني شنو عملك؟ انا كان سابقا عملي بالكاظمية اشتغل المكياج. صارت يعني صارت قسمه يعني عن طريق يعني شلون معاميل. ها حلو. هيك جت ياخذت من عندك ميك اب وهاي؟ نعم نعم. اي صارت شلون تبادرت وياها؟ سولفت اي بعد صارت ماركتينج. والله مثل ما نقول يعني سالت بالزواج. لا مو زحف. صار موضوع رسمي يعني. شلون رسمي؟ شلون فتحت اول مره؟ عن طريق الاهل يعني. اي تابعتهم. وكانه يعني من اول مره من اول اي من اول من اول اي من اول مره. فاكو مواصفات شفتها بيها. أي. الحمد لله توكلت على رب العالمين. صار لك ايش قد متزوج؟ ايه صار 6 سنوات. ما شاء الله. عندي طفل انا. شنو ابنك شنو اسمه؟ اسمه رضا. رضا الله يحفظه ان شاء الله. بس هالولد عندك؟ بس هالولد نعم. الله يحفظ لك رضا ان شاء الله يوم البنوته بعد. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لو رجع بيك الزمن ترجع تتزوج نفس هم رضا؟ نعم. صدق؟ ترجع تسحف لها هم رضا؟ اسحف لها. الله يحفظ لك. طيب يلا. زين ام رضا تستاهل مثلا بيت شعري غناء شيء توجه له من خلال قناتنا ما حاط لها شيء والله بيت شعري بسيط والله قديم يعني حاول بس ناسي شيء بسيط ولا مو تزعل ام رضا شوف القادم لا هدالي اغنيه لا هدالي شعر لا شيء اغنيه هم لا والله ما لا شعر اعطينا بيت شعري بسيط الشعر يعني مو يعني قديم ومو ناسي يعني ما كله ناسي؟ اي والله ناسي ايش كلمتين ثلاثه بالله ناسي يلا انا هاي حمشيها بس نهايه اللقاء تتغزل بيها بالكاميرا مو خاف اشوف اللقاء غير خلي اشوفها عادي تعرف نعم تعرف زين يعني انت ما تريد تغني ولا تلقى شعر زين جاي اختبار اصعب مستعد له؟ ان شاء الله تذكر تاريخ زواجكم؟ نعم ايش قد؟ 7/9 2018 زين تتذكر اول يوم شفتها بيها بالكوزمتيك النظره الاولى اتذكر يعني اليوم اسم اليوم يعني اليوم التاريخ والسنه اليوم والشهر والسنه بس يقول لي لو استني غني احسن لي لا دقيقه اي بالفينو تقريبا بالفينو بدايه 2018 اوكي بدايه 2018 لا تقول لي بدايه ايه. 2018 ايه. يوم والشهر تقريبا الثاني ولا الثالث الله دسعين ورضا ما يتذكر النظره الاولى يا شهر لا الثاني لا الثالث احتمال انت بالثاني وغير وحده بالثالث لا 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 شهر الثالث اعتقد اكثر شيء شهر الثالث تحبها؟ مدليها لو تزعلها ترى الحب يعني مو ترى مو بس كلام يعني اكيد طبعا يعني ثانيه انا كنت ماخذ نظره انه علي الحب يعني انه كلام غزل وكلام ما اعرف شنو هذا شيء يروح بس اما الافعال المواقف هاي تبين احترام والتقدير طبعا هذا عندي افضل بعد اكثر من الحب هم توديها بيتها زعلانه هو ماكو فشي يعني يستمر فشي حلو لا لا الحمد لله زي وصلت مرحله لكفتك بنات خاينها لو لا 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 الله يستر من الضحكه الله يستر يلا حسنك سؤال حتى اسمك يدخل للقرعه ان شاء الله اوكي احنا جائزتنا 10 مليون ان شاء الله سؤالك يقول شلونك بالرياضة؟ يعني لا كلش يعني تمام. ولا زين يعني اوكي نعم. ما هو اصل الحارس ياسين بونو؟ اصل الحارس ياسين بونو؟ ايه جزائري بس التوصل مغربي مغربي ايه مغربي والله صح شلون عرفت؟ وانا متابع يعني حلو يعني دولتي كم قريبة بالضبط انت وصلت شكرا لك زين بيا نادي يلعب ياسين بونو بالسعودية نادي الرياض لا الهلال مشاهدين انتوا كتبوا لنا بالتعليقات صح لو غلط ياسين بونو بالهلال نعم هلال عشت ايدك اسمك دخل القرعة اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي بيه؟ يعني ان شاء الله عندي يعني مثل ما نقول عندي شغلات والتزامات لازم اوفيها يعني زين انا ايه انا نام محلي وعندي صار تفليش هذا محلي هم انا مال الله يرزقك ان شاء الله بس انا ظرف صعب الله يرزقك ان شاء الله ان شاء الله نكون احنا سبب بهذا الموضوع ينحل ان شاء الله ان شاء الله يا رب يلا كلمه اخيره الام رضا فت غزل حلو من عندك شو تقول لها؟ يا رب ان شاء الله يحفظهم الي يعني هي لان هي وقفتي مواقف يعني مشرفه وحلوه صارت لك سند؟ نعم نعم الله يعني مو يعني شلون نقول قدام العالم او قدام الكاميرا لا
بس هي المواقف تبين. وهذا الشيء حلو الحمد لله وشكر. مرور الوقت الذكرى بلقاء ان شاء الله يعني احاول اعوض يعني هذا التعب والله يحفظهم لي و... احبك اموت عليك. احبك اموت عليك. اوكي شكرا لك. اكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين لكن نروح الفاصل قصير وهم بعدها راجعين. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل واكيد بعدنا مستمرين من داخل منطقة الحرية. تعالوا سوا خلينا نتعرف على شبابنا شيابنا ما اعرف خلينا نتعرف عليهم شوف شو يقولون. ها كلها شباب حلو. يا هلا. ما اعرف انا. شنو اسمك؟ قاسم عبد الحسين. قاسم عاشت الاسامي. قاسم هذا فيديو مو صورة احسك ايش واقف يعني عباك صورة. شكد مواليدك؟ 67. العمر كله يا رب. انت من سكنة منطقة الحرية؟ بالحرية. صار لك شقد؟ صار لي عمر. الله يحفظك. ايه ولادي. يا هلا. ابو زين هلا مرحبا اهلا وسهلا. زين اسمك؟ محمد. محمد. محمد عاشت اسامي شقد مواليدك؟ مواليد 76. 76 عمر كله يا رب. الله يسلمك. شلونك ان شاء الله بخير؟ الحمد لله. شلون هالمنطقة الحرية وياك؟ والله منطقتنا حلوة وشعبية. انت هنا شنو مشروعك عندك محل لو شنو؟ لا والله انا رجال متقاعد يعني. اه. ايه. فتطلع هنا شوي؟ ايه هذا بيتي اجي هنا اغير جو شوي. اه حلو. حسك رياضي عمو؟ ها؟ رياضي؟ اي سابق. صدق؟ اي والله. لا ليش ايش دار بك الوقت افتر رياضي؟ صارت ظروف و هاي تقاعد وسبب تقاعد. اي يا مرحبا. بس تفضل هنا يمي. اسمك بالخير؟ علي. علي ابو حسين. علي عاشت اسامي. الله يخليك. شين مواليدك؟ 77. 77 عمر كله يا رب. الله يخليك. هاي مالتك البسطية؟ اي ما احنا جائزتنا 10 مليون ان شاء الله كلكم تجاوبون تدخل اسمكم القرعة. قرعة ما تفيد نريد ال 10 مليون. اه ويريد هيك كاش قبل. حلو. هاي من يخاف؟ من يريد؟ لا ده نروح والله عرس معزومين. اه. ده انت نام بيقدرون الولد. يلا حلو. مرحبا. مرحبا. اسمك بالخير؟ عدي فاضل. عدي عاشت اسامي عدي. عدي ايش قد مواليدك؟ 78. العمر كله يا رب. عدي شنو هذا الستايل؟ اوروبي؟ لا لا الستايل عندنا من الحريه. ها الستايل مال الحريه؟ لا ما ادري شنو الستايل مال الحريه. يقول عايش بالدنمارك. لا لا اشاعات هاي كلها من السوق الاولى ناخذها كلها سليبر وحركات. ايه هذا نتيجه التطور اللي شهدته الحريه. اه حلو. قد شوفي ايش قد حلوه المنطقه. قاعد تقول لهم لاصدقائك كم يعني؟ شو اقول لهم؟ نفس الستايل. هم كل واحد بكيفه. عندك ابو زينب هاي ايش ما تغير للستايل؟ هذا ستايلنا التراثي. لا ليش مغير الستايل؟ انا شوي شاذ عن القاعده. الله يحفظكم ان شاء الله. يلا هسه خليني اسالكم سؤال حتى اسمكم يدخل القرعه. يلا اسالك لا. قاموا يتكاثرون قاموا يزيدوا. ما اعرف. انا ايش علي؟ يلا يلا خليني اسالك سؤال. من هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ جون كينيدي غير؟ ها؟ هذا شو اسمه؟ من هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ ما أعرف. أعطيك اختيارات؟ إيه. أوكي. جورج واشنطن؟ إيه. لو أوباما لو جورج بوش؟ جورج واشنطن. عافية. صح. يلا. يلا مو بريمي. يلا الحمد لله. يلا هسألك سؤال أبو زينب. في سؤال؟ لا ما يصير هم اللي اخذتهم لقاء. يلا سؤالك يقول ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا؟ يكتب ولا يقرا؟ اي لا احد يغششه وخلي يجاوب. يكتب ولا يقرا؟ سهل لا لا تغشش. قلم. غششوك عام. لا والله لا. اوقف شيء عدل على الكاميرا. لا والله. اوقف عدل على الكاميرا. ما حد غششك؟ لا بالقران. والله؟ والله العظيم. اي والله. بما انه انا شايف احد مغشش والله ما يخالف نقول متزوج مو ابو زينب طبعا اي تذكر تاريخ زواجكم؟ ها؟ لا يقول لي نعم لا لا هذا اسوأ يوم لي اسوأ يوم؟ اسوأ يوم ليش؟ تاريخ البشريه ليش عمي؟ ها؟ ليش؟ هي غريبة قرايب لا قرايب 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 لا شاقة عمي لا تسمعني لا عمو ايش تشاقة انت غير حكيتها بعد ما تتذكر لا ورا سقوط بسنة هيك تقريبا وانا ايش مدري غير التدقون ها؟ غير التدقون اي ورا ورا ريال يا عم قاعد خربنا انا برشلونيين بس انا فزنا عليكم اربعة عندي مناشدة بسيطة عندي في الشغلة على الكاميرا على الكاميرا هذا الولد عم عمره هذا الولد عمره 70 سنة ايه احنا عند عابل هو يداوم عسكري ايه اللي بيضغط
ولا بي سكر ولا مفاصل ولا مشيب بعض ولا مكرش ولا مكرش سمعني ولا عمو اخر شيء شنو اخذ ولا نبو ما مكرش لا مكرش لا بي شيب والله يا رياض ولا هذا واحنا نعذبون وهو بالأمن زي عمو انت شلون كرشت؟ شلون كرشت؟ انا دراجة اشتريت دراجة واكل المرة تجيب تكون طيب اكلها؟ طيب لا عاد اذا طيب اكلها سألك اكل طيب وحكيت عليها قلت اسوأ يوم تزوجت لا شقة لا لا ما رجع ما تتذكر السنة؟ والله تقريبا ايه تقريبا 2004 تقريبا ايه والثانية؟ لا ثانية مزوج ثاني؟ لا والله ناوي ام زينه ترى يعني ناوي اجيب لي سوريه اه حلو ام زينه بيريش سوريه ام زينه اي ناوي اجيب لي سوريه بس لازم اسوي دايت منو؟ لا راح اسوي عمليه مال قسم معده اه تخلص ايه. حتى السوريه بعد هاي تخلص اي الحمد لله شكرا يلا اسالك سؤال؟ ما اعرف هي والله ما يخاف هاي هسه اسمك دخل القرعه على 10 مليون اذا روحت 10 مليون وش تسوي بيها؟ اه عيني اذا مش يصير ما احس ايش بيه إذا ربحت إيش تسوي بيا العشرة مليون؟ والله السوري أجيب لي مرة ولدي ها والله أم زينب يشقوا زين أربعة أربعة بعض محل الأربعة هسه إذا أفتح هذا الموضوع ما يخلص اللقاء زين إيه أربعة تبى زينب عندك؟ لا عندي خمسة أطفال منو؟ عندي أربعة ولد ولد أبو الفضل أبو الفضل ما موجود نانا أروح يفتن لها لأم زينب صيح إنه ياخذ يفتن لها تحبها لأم زينب بصراحة؟ شلون ما أحبها العظيم والله لو يرجع بك الوقت ترجع تتزوجها؟ طبعا انت عاشت على الحلوة والمرة ايوه انت قلت ساعة السودة تزوج فيه وقلت تزوج عليها سورية اقول لك يا شنو هيك تبقيت هيجي الله يحفظكم حضرتك متزوج لا؟ لا لا شنو؟ ما حد يقلبنا ليش؟ ما حد يقلب لا هذا الستايل والسليبر ليه؟ لا حكي فارغ هذا هاي راد لك دجاجه مثل ابو زينب ما حد يقلبنا شنو السبب؟ والله سبب الو يريدن شهاده وانا ما عندي شهاده يعني برايك الوقت يدورون شهاده؟ اي يدورون شهاده فلوس. هي الشهاده فلوسنا وعشان يسوي الشهاده مو شرط هو اكو خريجين وقاعدين بالبيت خطايا ما عاد انت شنو عملك؟ عملي هنا؟ اي زرع نبيع زرع لا عندك غير هذا العمل؟ طبعا شنو هو؟ تجارة حرة وين شاء الله؟ يعني الحمد لله وشكرا الحمد لله وشكرا لا ليش ما يقبلون بيك؟ ايش ما ادري يلا ان شاء الله من خلال اللقاء يجيك القسوة صدق؟ اجي ابو الفضل حيفتن عليك ابو الفضل امه اه ابو الفضل لا ابو الفضل باوع بابا يقول اتزوج على ماما سورية تقبل؟ لا ما يتزوج على امك تقبل؟ لا وراح ادخلك بالنادي راح اوديك النادي زورة يلا عادي يلا عادي تزوج يلا شكرا لكم نورتونا اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي بيها؟ اشتري توك توك ايش معنى؟ حلو حلو؟ اكشن يعني انت عمود الحلو؟ تونس بيها توك توك يخبل انجازات الدوله هاي العظيمه ما شاء الله توك توك يلا شكرا لكم نعم مشاهدينا اكيد بعدنا مستمرين لكن نروح الفاصل قصير وبعدها جايين مشاهدينا بعد هذا الفصل واكيد بعدنا مستمرين من داخل منطقه الحريه السوق الثانيه تعالوا سوا خلينا نتعرف على شبابنا يا هلا يا هلا السلام عليكم السلام شلونك الله يسلمك اسمك حسين حسين عاشت اسامك قد مولد سمينة العايشة 1999 99 عمر كله يا رب يعني سمين. صار عمرك 25 25 ولا 26 لا 26 26 ما شلون يصغر بنفسه حسين مو واحد لازم يصغر شنو عملك سايق تيك توك سايق تيك توك شلون التيك توك وياك؟ والله الحمد لله على اللي هو سايق يا لون صفرة صفرة حلو لوني المفضل اتمنى احدث شغلي يعني اتمنى شنو؟ احدث شغلي يعني اغير اها إيه. يلا ان شاء الله يا رب اسمك يدخل القرعه وتربح ال 10 مليون بس تعال شوي هنا أنا يمي قريب تعال هنا أنا يمي نتعرف عليك اسمك بالخير احمد احمد عاشت اسامي احمد اوقف عدل على الكاميرا شنو مواليدك؟ 83 شل؟ 83 83؟ 41 سنة مبين عليك لا شو تسوي؟ كلك شباب بدو القلبت بين عشرينات بدو القلبت اي والله متزوج لا الحمد لله
ابو منو؟ ابو علاوي. شو نسيت العلاوي؟ لا لا ابو علاوي. نسيت العلاوي. لا لا موجود علاوي. زين زوجت على حب تقليدي؟ لا ان شاء الله على حب. ان شاء الله على حب؟ ان شاء الله اي. ان شاء الله. طيب غريبة قرايب؟ لا قرايب. قرايب شو صار من عندك؟ متعمي. متعمك؟ شلون زحفت لها شلون؟ لا ماكو زحف، لا يعني قرابة. يعني شلون صارت؟ من انتوا اطفال قلتوا هايل هايل؟ لا 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 لا. لا كبرنا كبرنا. اي؟ يعني صارت يعني شلون شو اقول لك مثلا؟ تعرفنا لو رجع بك الزمن ترجع تتزوج المعلاوي نفسها؟ لو اي صار غيرها؟ لا 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 نفسها لا والله. تتزوج الثاني عليها لو لا؟ والله كل من وظروفه. اذا اكو ظروف لا هذا اسالك انت مالك علاقه يعني ما. تزوج هو الزواج ثاني حلو بس بعد ال تريد سورية تركية لبنانية؟ لا سورية ولا تركية. لا 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 عراقية. حلم علاوي يرد يتزوج الثانية وعراقية يجيب لك برا. اي برا تعيشين ببيت واحد ان شاء الله. ان شاء الله يلا ان شاء الله. نرجع لك حسين. اي قلت لي سايق توك توك مو متزوج؟ لا لا ما متزوج. شو كنت ناوي تتزوج؟ والله ظروف شوية تعبانة بعد. والله هم تتزوج اثنين مثل ابو علاوي؟ هي الثانية جاية بس انا مطلق. انت مطلق؟ مطلق. انت تتزوج الثاني؟ ايه على حب اتمنى. شباب منطقة الحرية كلها يحبون يتزوجون. ايه يعني اتمنى اخذ الشخص اللي احبه يعني. انت تحب؟ اي احب بس. غريبة قرايب؟ لا غريبة. اي صار لك ايش قد تحبه؟ 3 سنين. يعني انت كنت متزوج لا ورا ما طلقت؟ لا ورا ما طلقت. ها ورا ما طلقت يلا. اي؟ وكاتب لها بدي اشارك. يلا. قلت تمنيتك حلال وصلاة دعيت. اي. وتصيرين ام جهال وكوني لي ام بيت. اي. يمشي بباك ابو فاضل قمت وتنخيت بكيت دموع لو تدرين ايش كثر ابكيت كل ما اشتاق لك وشوفتك حنيت. رهمت عليك. رهمة عقال شيوخ. أيه. وانت رهمت لي محبس وشذرة وانا اشتاقيت لك واتمنى اشتال الليل وانت ببيتكم كن الصدق شقرة. الله. وانا ظليت بفرحكم رايح راد من انا ظليت بفرحكم رايح راد بلكي بشوفتك لنظر لك بنظرة. الله. ومن قد ما احبك وامشي انا وياك اروح ادعي ام بعمامتي الخضرة. الله الله عليك. بس بعد ما تتزوج عليها الثانية غير؟ اتمنى اصير هي ما تزوج عليها. هي كل شيء بحياتي يعني. شلون تعرفت عليها؟ من التيك توك. من التيك توك؟ حلو هاي قصة حب بديت بالتيك توك. شلون يعني صادت كروة وياك؟ اي صادت بس من زمان يعني. اي قاعدة تقول قبل 3 سنوات. قبل 3 سنوات. اي بس هي زحفت لي انت؟ ان شاء الله زحفت لي. لعشون لعشون صارت بعد هي تعارف من اهلها والاهل. زين شنو السبب؟ بدي تقول اتمنى يعني اكو فد عارض؟ اي اكو عارض. شنو العارض؟ ما الاهل ما تصالحوا بيناتهم اهل واهل وهي بعدت يعني. انا منتظرها والله بس صار الظروف بعدتنا على الحالة. ان شاء الله يا رب ترجعون تنجمعون وان شاء الله يدخل اسمك القرعة وتربح 10 مليون حتى نكون احنا سبب زواجك. ان شاء الله والله يا ريت. كفي 10 مليون لو لا؟ والله 5 كافي. زين الحمد لله. يلا الحمد لله. يلا خليني اسالكم سؤال حتى اسمك يدخل القرعة. تمام. سؤالك يقول انت ريالي برشلوني؟ لا هذا لا هذا. ريالي؟ لا برشلوني. برشلوني عادي. سؤالك يقول ما هو النادي الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا؟ لا حد يجاوب، لا حد يغشش. ما هو النادي؟ ما اسم النادي؟ مو كلش بالرياضة. أنت شو تشجع؟ إيه برشلونة بس مو ما. من عكس برشلونة؟ ريال مدريد. إيه خلاص شو الجواب؟ برشلونة. يا. ريال مدريد. إيه. يلا عافية جواب صح. يلا سلسلك لك أبوالي. ولو أني قال اتزوجت زين والثالثة والرابعة هم ممكن؟ والله قسمة قسمة بعد كيف قسمة؟ انت شنو عملك؟ أني عسكر هنا بالبسطة يعني. يعني عملك مثلا أو الدخل اللي يدخل لك يكفيك أنه تفتح بيتين وعائلتين؟ الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. كم طفل أنت عندك قلت لي بس علاوي؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. ثلاثة وبعد يعني تحب الأطفال تزوج؟ لا 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 هسه لنا كاف. يعني والثاني؟ الله كريم على الثاني. ما انزوجت. انت اللي تقول انا ارد انزوج. اي بعد بعد. بعد. انت تحبها؟ علاوي؟ اي شلون لا؟ اكو احد يحب وحده يرد يتزوج عليها؟ ترى ما له علاقه الزواج بالحب. لا 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 يعني شو اقول لك؟ اي على الكاميرا. واحد ينوع.
ينوع والله ينوع احلى. والثانية حتقدر تحبها مثل معلاوي؟ شيء اكيد. حلو، شنو هالقلب هذا؟ يحب معلاوي يحب الثاني؟ احتمال الثالثة والرابعة. اي ما شاء الله. يلا خليني اسألك سؤال، اسمك يدخل للقرعة. سؤالك يقول: من هو أول شعب قام باستخدام ساعة اليد؟ أول شعب؟ اي العراق؟ لا سويسرا؟ أعطيك اختيارات. الشعب البريطاني لو الصيني لو السويسري؟ لا السويسري. ما أطفال غششوك؟ غلط. سويسري. والله غلط. هي ساعة، هي ساعة أصلاً سويسرية. الشعب البريطاني لو الصيني لو السويسري أول شخص قام باستخدام ساعة اليد؟ البريطاني. أي عافية صح. اسمك دخل القرعة على عكس المدينة. اليوم شو تسوي؟ تزوج الثاني يبي؟ لا 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 الله كريم. لا أطلع لابن أخوي. ليش؟ ها؟ ليش تطيبنا؟ يفتح مشروع. والله. شنو المشروع يريد يفتحه تعرف؟ هو لا لا هو كيف؟ يلا إن شاء الله يا رب، شكرا لكم نورتونا. أكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين بلقاءاتنا من داخل منطقة الحرية، لكن نروح لفاصل قصير وراجعين. مشاهدينا بعد هذا الفاصل وبعدنا مستمرين من داخل منطقة الحرية، تعالوا سوا خلينا نتعرف على هذا الشاب. يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا بيك. شلونك؟ الله يسلمك. في دول بالخير. انا مهند. مهند عاشت اسامي. الله يسلمك. مهند عندك جمهور دي يصوروك اليوم. على راسي. ايش قد مواليدك؟ انا 2003. 2003 مبين عليك. بس تعال شوي هنا تقدم يمي. مبين اكبر. صح. ليش؟ شنو السبب؟ وراثه بعد هاي صار وراثه؟ لو خاف محلك مال نسوان هاي دار ليش على الكاميرا عدل؟ اي وقف لي عدل. ايوه خاف محلك ملابس نسائيه وشالعين قلبك بتعامل شيء فوق كبروك. لا بالعكس والله. والله العظيم شوية تعامل حلو يعني ويا النسائي. متاكد؟ كلش. ما يعاملين ما يشلعن القلب؟ يشلعن القلب وهاي تعامل بس متحملينهن. يعني اوكي ما شاء الله. كلش ماشي. الحمد لله والشكر. الله يسلمك. الله يرزقك ان شاء الله. طيب صار ليش قد عندك هذا المشروع؟ أنا صار لي 3 سنوات يعني فاتح مشروع. أنت يعني أصلاً مسكنة منطقة الحرية؟ أي أنا بالسلام بيتنا. أها. أي. أي حلو وحدك هنا بالمحل؟ أي الحمد لله وحدي. الله يرزقك. الله يسلمك. متزوج؟ لا. لا لا الحمد لله. شو كنت ناوي تتزوج؟ بعد عندي أخوي أكبر مني بعدي. يعني أنت لازم تشبيري زوجة؟ لازم. أبوي ما يقبل. هيك ليش أنت خالف بالك؟ أي بس ما يقبل. ليش؟ ما أدري قال لي لا أخوك يتزوج كبير يا الله. أخوك كبير شو كنت تتزوج؟ بعد هو يعني هاي تنتظر رحمة الله. أيوة خوك يتزوج الله كتب ورا أخوي بعد واقفين. مو مضايا عمو صدق كذي يريد يتزوج خطية. الله يحفظك. طيب هي أكو وحدة ببالك؟ حاليا لا بعد يعني. لا مو تريد تتزوج وأبويا ما يقبل؟ لا أكيد أكو وحدة. لا والله بعد يعني أنا عندي يعني فد مشاريع زين غريبة قرايب؟ لا ما أريد قرايب. ما تريد ليش؟ ما أحب أخطط بالقرايب. يعني شنو السبب؟ مشاكل؟ يعني شفت إنه بالقرايب صارت شي فما شلون شفت يعني اصدقائك؟ اي 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 لا ويا الاصدقاء. اي ياخذ القرايب ويصير المشاكل وياهم. حلو. تعال من يمين شوي الكاميرا انا اوقف عدل. اي عافيه. سوي السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي. اي فيصير مشاكل القرايب؟ اي طبعا. زين ابوك هم هم يعني يقول لك لا لا ما عندكم انه الا لا لا ما لا لا ما يدخل السؤال. الحمد لله والشكر. عندك موهبه تغني تتغني؟ كل شيء ما عندي. شو ليش شيء؟ شو ولد منطقه حريه كل شيء ما عندي؟ بس ملابس. ليش عايشين؟ لا تغنوا لا تلقون شعر. لا شكل شغل شعر واغاني. ليش شعر بسيط؟ كل شيء ماكو. مقطع اغنيه وحده ما تستاهل؟ ابد ماكو. اي شيء؟ ماكو ابد. ابد ابد بس الملابس. بس الملابس. طيب شكرا لك. يلا احنا جائزتنا على 10 مليون. اوكي. اسالك سؤال ان شاء الله اسمك يدخل للقرعة. ان شاء الله. مستعد؟ مستعد ان شاء الله. بس مو تغش. لا ويوم الغش. لا ما كلهم يغششوك ما لقى خاف فاقد الامل انا نعطيك الامل. زين سؤالك يقول ما هي المده التي يستغرقها الحيوان الكسلان لهضم الوجبه؟ اكو حيوان اسمه الكسلان. أي. سامع بي؟ سامع بي. اوكي ايش قد يستغرق وقت حتى يهضم الوجبه؟ انت غيريني ليش اغير لك؟ وين اكو شيء؟ والله شنو وين اكو شيء؟ اعطيك اختيارات؟ بلغي اسبوع لو اسبوعين لو 3 اسابيع. اي تخيل اللي قمه يطول بيها يلقد يعني اسبوعين ناخذها. اوكي
من اللي يغششك؟ حتى ايش قلت؟ واسبوعين وانا ما انتظر. والله عافية صح. ما عاد يقولوا لك اسبوع بس بيخطئك. هذا جمال. هاي دائما شو يسوي المشتركين؟ عين على العشرة مليون. لا ترى انا شاطر بس هو اللي خطئني بالاسئلة بالاجوبة مالتي. وشلونهم زين العاد؟ انا لا اعرف. اي عافية بس انت حبيت اني اشوفك. يلا الحمد لله اوكي. شكرا لك اسمك دخل للقرعة على 10 مليون. الله يديك الله يسلمك. مهند اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي بيها؟ والله افتح مشروع يعني. شنو؟ فرع ثاني افتحه. يعني هم ملابس نسائية؟ نعم. يلا زين هنا ولد الحرية يقول تعامل النسوان زين وما يعاملون حبابين. كلش نحب تعامل النسوان خاصة بالحرية يعني. كلنا نعرف. أول منطقة تقول هذا الكلام. لا كلنا نعرف يعني محسوبات بالحرية يعني حتى الغريبة من تجينا. تصل لك شقد من سكنت منطقة الحرية؟ أنا جيت الدنيا هنا. آه. إيه. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. شكراً لك. شكراً لك. كل ما خير لقناتنا. كل التوفيق إن شاء الله لكم يا ربي. شكراً لك. شكراً لك. أكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين مع شباب وعوائل وبنات منطقة الحرية لكن نروح لفاصل قصير وراجعي. هذا اليوم من منطقة الحرية السوق الثاني أكيد تنتظرونا بحلقة أخرى وبمنطقة أخرى. باي باي.